السيارات الكهربائية فرصة عظيمة جدا، يعني فرصة عظيمة، لأن هي في النهاية ما فيهاش، ممكن تكون أغلى شوية في سعرها الأساسي، بس أغلى من العربيات العادية، بس ما فيهاش استهلاك البنزين الكبير ده، ما فيهاش عوادم طبعا، مفيدة جدا للبيئة، مفيدة للبيئة، وأكيد في المصاريف التشغيلية أقل بكتير من العربيات العادية. لسه لحد دلوقتي سعرها البدائي غالي طبعا. ولسه الانفراستراكشر اللي بتغطيها مش كفاية، يعني محتاج شواحن كتيرة، محتاج محطات. أنا متهيألي هي جاية وكريم طبعا هتفتح الباب ليها طبعا طبعا، دي ما فيهاش كلام، يا ريت. بس امتى؟ اما السيستم هتلاقيه السيستم بيزوق. احنا هنحاول نصرع شويه، اكيد اي حاجه هتفيد العميل احنا هنصرعها. عشان كده بقول لك احنا عملنا البايكس. ليه فكرنا في ان احنا البايكس نستخدم الموتوسيكلات في النقل التشاركي؟ عشان يحلوا بيه ازمه ترافيك في شرق اسيا. طب ما هنحل ازمه ترافيك عندنا في المدن زي اسكندريه، ما هي هي. فاحنا نفس الحكايه، العربيات السيارات الكهربائيه مفيده للبيئه، مفيده للعميل، طب يلا نزقها، هنزقها، بس امتى هتيجي؟ هتاخد شويه وقت.